أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة كثيرة جاءت في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ما معناه وما علاقته بالولاء والبراء، وما هي حدود الجزيرة؟ هذه كتب فيها ووضح الأمر فيها وتجلت ولله الحمد، أن ما هم معنى أخرجوهم أن كل واحد يخرجهم، هذا من صلاحيات ولي الأمر الذي له الحل والعقد. هذه ناحية. الناحية الثانية أن معنى أخرجوهم يعني لا تتركوهم يستوطنون ويتملكون في بلاد المسلمين ويبنون كنائسهم، وليس معناه أنهم ما يجي منهم تجار ولا يجي منهم خبراء ولا يجي منهم مندوبون للتفاوض مع المسلمين، أو يجي منهم ناس للاستطلاع عن الإسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمعنى أنهم لا يتركون يستقرون استقراراً دائماً ويسكنون سكنى تكون من بلادهم، هذا هو المقصود، ليس معناه القدوم الطارئ لأغراض مباحة ثم يرجعون، هذا لا يدخل، لا يدخل في هذا. لكن هؤلاء جهال. ثم إن الرسول قال أخرجوهم، ما قال اقتلوهم، هؤلاء يقتلونهم، يقتلونهم، هذا خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عصم دماء المعاهدين، وهؤلاء يقتلون والمستأمنين، فهم في جانب والرسول صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. هؤلاء شاقوا الله ورسوله، صاروا في شق، والله ورسوله في شق آخر. نعم.